صباح الخير طلاب، طلاب المسائي. وصلت وأخذت بالدرس السابق عن الانسترومنت، صح؟ شرحناها. وصلنا عند ميكينج اند فيكسينج فيلم، شلون أحضر مسحة بكتيرية. شنو يعني مسحة بكتيرية؟ وليش إني أحضر مسحة بكتيرية، أو شنو معناتها المسحة البكتيرية؟ خلينا نقرأ الخطوات وبعدين نقول إنه ليش أنا أحضر مسحة بكتيرية، على أساس إنه بلكي يعني فهمتوا المقصود منها أثناء التحضير. أول شيء طبعا رح نحتاج إلى طبق مزروع ببكتيريا، تمام؟ همي شرحت لكم إياها بعملي يعني، ورح أنزل الفيديو إن شاء الله. بالبداية يقول sterilize loop allow cooling، يعني خلي اللوب عقمه، وعرفنا شلون نعقم اللوب بالفليم عفوا، و allow cooling خليه يبرد. اثنين، رح اخذ one loop full of water in the center of a glass slide، رح اجيب سلايد زجاجي اللي اخذناها بالتولز الادوات، ورح اخلي عليه بالمنتصف لوب فول، وان لوب فول اوف ووتر. يعني شنو لوب فول اوف ووتر؟ يعني باللوب نفسه اللي عقمته اشيل قطرة واخليها بمنتصف السلايد. نقطة ثلاثة، ريبليس ستيب وان، يعني اعيد الفقرة الاولى اللي هي تعقيم اللوب. طبعا شيء اكيد لما احنا نشتغل بمختبر بين كل فقرة وفقرة احنا لازم نعقم، على اساس اني اضمن انه الشغل مالتي راح يكون نظيف. اربعة، with loop transfer small portion of bacterial growth and emulsify in the water until homogenizes suspension, then spread the suspension material in a glass slide center. يقول بعد ما عقمنا اللوب راح انقل، طبعا راح ابرده، ما ننسى التبريد، لازم أبرد اللوب بنفس الطبق اللي عندي، لأن إذا ما بردت اللوب ورحت رأسا أريد أخذ بكتيريا من الطبق راح تتمسخ عندي البكتيريا الموجودة، وبالتالي ما راح يطلع لي بالسمير ولا شيء. بعد ما عقمت اللوب وبردت راح أنقل جزء صغير من النمو البكتيري وأخليه على قطرة الماء اللي بالسلايد، اللي على السلايد، واخلطهم زين، افرشها كدائرة بمنتصف السلايد، بس شنو اخليها تتجانس، تمام. خمسة، نعيد الخطوة رقم واحد اللي هي التعقيم. وستة، dry film in air or by holding high over benzene flame، يا اما اني اخلي السلايد بعد ما خلطت البكتيريا ويا المي وفرشتها بشكل دائري حتى أنطي مساحة للمسحة، راح أخليها تنشف بالهواء، أو راح أحملها على مصدر اللهب بس بشكل مرتفع مجرد أنه هي تنشف. النقطة السابعة اللي هي أهم نقطة واللي هي غالبا تيجي بالامتحان، اللي هي فيكس فيلم، تثبيت الفيلم. هسا أنا هذا اللي سويته يسموه فيلم، تمام؟ شلون اثبت هاي البكتيريا اللي على اللي خليتها اني ونشفتها على السلايد؟ يقول by slowly passing in three times through benzene flame، امررها ثلاث مرات ببطء خلال اللهب. هاي العملية يسموها fixation، ويجي عليها دائما سؤال بالامتحان انه how to fix your bacterial smear، كيف تثبت السمير البكتيري اللي عندك او الفيلم. ثمانية، allow slide to cool before staining، خلي السلايد يبرد قبل الصبغ، وبعدين راح ناخذ الصباغة. هسه اللي اريد اقوله انه احنا ليش سويت هاي السمير؟ شنو الفائدة؟ يعني لو ايش اني مجبورة اجيب البكتيريا واسوي بها، يعني اخليها على السلايد بهاي الطريقة واصبغها، يعني دا يقول لي بعدين انه خلي الفيلم يبرد وبعدين اصبغيها، ليش يعني؟
شنو الفائدة من هاي الشغلة؟ بالمختبر أريد دائما الطالب يفكر أنه إحنا ليش بدنا نسوي هاي الخطوات، يعني مو أنه بس أسويها بدون ما أعرف ليش. تمام؟ مثلا أحد عندي بالبيت بلاعي موجعته، تمام، وفلنفرض أنه أنت أعطيته دواء وما استجاب عليه وظلت المشكلة قائمة عنده بغض النظر عن شنو المرض، مو لازم بلاعيم، أي شيء، عينه صار بيها التهاب، جلده صار عليه التهاب وظل يذب خراج وما يروح ما يستجيب مثلا للدواء، أو مثلا مو ما يستجيب للدواء، أو مثلا أنت ما دا تعرف الدواء اللي دا تنطيه إياه شنو اللي رح أنطيه إياه حتى يطيب. بهاي الحالة أنا رح أخذ منه من مكان الإصابة، يعني فلنفرض أنه عيني صار بيها خراج، رح أخذ من عيني مسحة بقطن أو بأي شيء بسواب، شفتوها السواب اللي شرحنا عنها اللي هي المسحة، شفتوها بالتولز، أخذ منها وأخليها على طبق أقار، ورح ناخذ لي قدام الميديات والأقارات ورح نعرف شلون نصبغ، أخليها على هذا الطبق وأحضنه، وثاني يوم أطلع الطبق رح ألقيه مزروع بالبكتيريا، نامية عليه البكتيريا، وأسوي منها هذا السلايد حتى أدرس البكتيريا اللي عندي وأشوف هذا شنو مصابة بشنو، شنية نوع البكتيريا، شنو سلالتها، بوزيتيف ولا نيجاتيف إلى صبغة جرام. تمام؟ هذا السبب من وراء إحنا ليش نسوي سمير أو فيلم، بكتيريا الفيلم أو بكتيريا السمير.